الصخراء وجعلت باب. جيد حتى الآن، أستطيع التنفس هنا بالأسفل. قناع الغوص هذا جيد، لم أستطع العوم في الأعماق هكذا من قبل. أستطيع الحصول عليه من مخبأ لاحقا. أضواء بحرية، أظن أن بوسايدن وراء هذا. يبدو كأنه مخرج. بوسايدن هنا في مكان ما، لأعثر على مكان اختبائه. المكان واسع جدا ومغطى كله بالقبعة.
النار ستجعل الأمر أسهل. إذا قمت بالتطهير المتأخر للنار، سأحارب الروبوت الكبير على أرض جافة. لابد أن أعيد تعيين عقدتي المضخة أولاً. وفقاً للخريطة، نقطة الوصول للعقدة الأولى هنا في الجنوب. روبوتات هنا بالأسفل، لأسبح حولها في الأسفل. لابد أن هناك شبكة من هذه الأنفاق، أنابيب مياه مدينة بأكملها. لن أصل إلى الحافة من هنا، ربما هناك ما أتسلقه للخروج.
دافئ. لا بأس. واحدة. سأسبح للخلف وأجد نقطة وصول للنقطة الثانية. سيقع انفجار. وفقاً للخريطة، العقدة الثانية في جانب القبة الآخر. نقطة وصول أخرى ستؤدي إلى العقبة الثانية. يجب أن أسبح بسرعة. لن تتزحزح.
ربما يثقلها هذا الحطام. بعد قليل سنقدمها إذا أحدث فرقا. حسنا، فعلت كلتا العقدتين. الآن سأفعل تطهير الطارئ في محطة الصيانة. لا أستطيع فعل شيء وأنا بالأسفل. ضوء أحمر من البرج تماماً في جهاز التحكم الذي وجدته. قد تكون محطة الصيانة. والآن كيف سأدخل؟ جزء من هذا المبنى قد انهار. قد أجد طريق الدخول. حسناً، لنرى إلى أين يقودني. أظنني في محطة الصيانة الآن. لأجد جهاز التحكم وأنفذ التطهير الطارئ. يبدو هذا واعداً. يفترض وجود جهاز تحكم هنا. تم الأمر. وقت انحصار المياه. نجحت. حسناً،
سأتعامل مع الروبوت الذي يتولى حراسة الباب في طرف القبة الآخر، وحين أتجاوزه سأصل إلى من ينتظرني في الجانب الآخر، بوسايدن. سأهبط. أظن القطير لم يتخلص من كل المياه. سأتخلص من الماء عندما أواصل المضي. تركت تطهير هذه الروبوتات هنا. سأتجاوزها متسللة وأتعامل مع أكبرها. لا أستطيع تثبيت السلك هناك.
سأحتاج هذه لاحقا بالتأكيد. بوسايدن هناك، لكن أين ذهب هذا الروبوت؟ إيلوي، إنها معجزة. هيا هيا. أكان هذا أنت؟ أتخلصت من المياه؟ أجل، لكن هناك مشكلة، إنه يعيق طريقنا. يصعب الحصول على الجمرات بوجوده. عندما حدقت مجموعة المغامرين في الوحش عرفت ما عليها فعله. ماذا؟ أنت مجنون؟ أصمت، لقد أنقذت تنقيبنا. حسناً، ابقوا هنا وأطلقوا النار حين أتدخل. في مواضعكم أصيب ذلك الوحش.
فيها. أنتم بخير؟ بخير للغاية. هذا أنت، نجحنا. كل الجمرات التي نطمح إليها، وكل ذلك بفضلك. هذا رائع، لكن ربما فقط. كما تعرف، جدوا ما أتينا له ولنخرج قبل أن يظهر أحد هذه الأشياء. والآن يا محصي الشاردات، لا يوجد ضرر في البوح، رغم أن علينا ترك الصهباء تذهب. بالطبع لديها مهمات، صحيح؟ صحيح بالطبع. أية مساعدة؟ سأتعامل مع الوضع. حسناً، علينا أخذ بعض الجمرات للأعلى. أصرخي إن احتجتنا. شكراً. مساعد في مكان ما خلف الباب. وقت جلبه للوطن. حسناً، بوسايدن يفترض أنه مختبئ في نوع من المعالجات. لأجد جهاز تحكم للوصول إليه. هناك، سأستخدم جهاز التحكم هذا. سأعيدك للوطن يا بوسايدن. إلى غايا. أجل، أمي كنت رقد أدري إليها. إليزابيث صابك، ألفا الرئيسية. فعل تجاوز الفائض. جاء استرجاع برنامج بوسايدن لرمز البرمجي الأصلي. حسنا، علي إعادته إلى غايا. أخذ بوسايدن تسبب في تشغيل نظام طاقة المدينة. مورلاند والطاقم اتجه للعقل بالجمرات التي حملها. سأجف على أي حال.
سأحتاج هذه قريباً. مصعد، مورلاند بناه قبل أن يغرق المكان. ربما يعمل، سيكون أفضل من التسلق.
المدينة كلها بالطاقة. هل هذا عقاب؟ ماذا يجري هناك؟ العرض الذي أراده جدي دائما. واحد آخر. أجل، حلمه قد تحقق وحفظ إرث جده العزيز. حدق بطلنا في بحر من أضواء الصحراء وانتحب على ثروته. عندما رأيت الجمرات وأنا طفل لم أتخيل أنها قد تكون بهذا الشكل. أشكرك إيلوي. هل عثرت على ما كنت تبحثين عنه؟ فعلت، والآن علي التحرك. حسناً، عودي إن استطعت، فلدي خطة كبيرة هنا. ظننتك ستقيم عروضاً بالجمرات في كليم. أوه لا، هذا هو العرض. أيمكنك تخيل هذا؟ أن يأتي الناس من كل أنحاء الأرض لرؤية هذا؟ بالإضافة إلى بعض الطعام ومكان مريح. ناهيك عن ذكر بعض أماكن المرح. ولا تنسوا لعبة الحظ، أخذ الشاردات هناك سيكون أكيداً. حلم جديد، ها؟ أتمنى أن تحققوه. وداعاً يا رفاق. هذا التنقيب قصة للقادمين بفضلك. لو بقي مولاند والطاقم ربما سأعود وأتفقدهم. والآن لأعد بوسايدن إلى غايا. بهذه الأطلال هنا سأبحث. جواري قبل العودة. بقناع غوصي الجديد سأغوص إلى أي عمق أريده حين أجد مكاناً به مياه أكثر. لدي بيانات تجاوز هذا الروبوت بعد، لأبحث في المراجل. القضاء على القائد.
أنت الغريبة التي تصدت لرجال ومتمرديها. إن كان ذلك ليسبب الغضب. لا تقلقي، لم آتي هنا لأشرب دمك أو كما يظن الشرقيون. لا دخل لك بمذبحة السفارة، ولكن دعمت المرشلات وساندت زعيمنا في البستان. على حد علمي أنك لا تعادين فينا، لكنك ستحتاجين إلى مساعدة كي تنجي من أراضي العشيرة. أسمع أموراً وأراها بصفة مستطرة، سأخبرك بها لتنفعك في رحلتك. أنت أمر ذلك. حسناً، احذري إن اتجهت للجنوب الغربي يا بطلة. أقام المتمردون معسكراً في التلال، سيسعدون وهم يقتلونك. شكراً لتحذيري. يجب مساعدة الزيارة لمواجهة المتمردين. بارد رئتي. مرحبا بعودتك يا إيلوي، وأراك استرجعت بوسايدن. إيلوي، أيمكنك النزول؟ بيتا لديها ما تخبرك به. حسنا، سأتي حالا. إيلوي، لقد تمكنت من فتح غرف إضافية داخل المنشأة. علم.